السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 73 بعد 100، سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم، وأيقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم: خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة، وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه، رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. يقول تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم، قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى، أنت ربنا. قال: إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا: إنه لا علم لكم بذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني كل إنسان أو كل طفل بيتولد على الفطرة السليمة، فطرة التوحيد والإسلام. ولكن إذا اتولد في أب وأم يهود بيكون يهودي، أب وأم نصراني بيكون نصراني، ونسأل الله السلامة والعافية. ولكن كل مولود بيتولد موحد بالله ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله، وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا: أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا؟ فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم في آية أخرى يقول: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كل أمة من الأمم وكل عصر من العصور ربنا أرسل فيه رسول يؤمر الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى والامتناع عن الشرك،
ولكن دي كانت دايما كلمة الكفار، إن إحنا طلعنا لقينا أبونا كده، طلعنا لقينا أبانا وأمهاتنا كده، فده مش عذر طبعا. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة، كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده، كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. يقول تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واقرأ يا أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه، ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته، واتبع ما تهواه نفسه من الباطل. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص يا أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. يقول الله تبارك وتعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. يقول الله تبارك وتعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم في حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من فوائد الآيات: واحد، المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط، فإن ذلك نبذ لها،
اثنين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من وقت تكوينه، إن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، وخلق فيه الفطرة السليمة، فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها. ثلاثة، في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكو نفوسهم. أربعة، في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 171، كلمة نطقنا الجبل يعني رفعناه وقلعناه. كلمة كأنه ظلة يعني غمامة أو سقيفة تظلهم. 175، كلمة فانسلخ منها فخرج منها بكفره بها. الآية 175، كلمة فأتبعه الشيطان يعني فلحقه وأدركه وصار قرينه. كلمة الغاوين يعني الضالين الهالكين. الآية 176، كلمة أخلد إلى الأرض يعني ركن إلى الدنيا ورضي بها. كلمة تحمل عليه يعني تشدد عليه وتزجره. الآية 176، كلمة يلهث يعني يخرج لسانه بالنفس الشديد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.